هاي، سهلت الخرائط حركة تنقل الناس وسفرهم وانفتاح العالم على بعضه ودراسة الجغرافيا، وكان لها استخدامات مفيدة بالحروب والدراسات والاستراتيجيات السياسية. مصطلح Map Censorship أو الرقابة على الخرائط هو سياسة تنتهجها الحكومات لمنع نشر خرائط تحتوي على مواقع عسكرية، قواعد أمنية، أبراج مراقبة وتحصينات دفاعية. سنة 1930 كانت محطات الوقود بأمريكا توزع خرائط مجانية على المسافرين، وتم توزيع حوالي 8 مليار خريطة. سنة 2012 كانت الصين تحط خريطة إلها على جوازات السفر، يلي كانت تسبب مشاكل لأن الخريطة بتضم الأراضي يلي في نزاع حولها مثل تايوان والجزر على حدود الهند، وكانوا المسافرين الصينيين يحصلوا على طبعة مختلفة للخريطة على جوازاتهم كل ما زاروا الهند. مين قال إنه الخرائط بالعصور الوسطى كانت تعتمد الشرق برأسها؟ أنا قال. شوفكم بكره.